فعلاً تحب تسمع قصة صغيرة زي الرواية. ربنا ادانا القرآن الكريم واحنا ادانا كمان آية لا تعبنا فيها ولا ربينا ولا جبنا دكتور ولا حتى داي، مع ان مفيش اتنين زيها الا لو بصت في المراية. ابوها الله يرحمه لا تعبنا فيها ولا ربينا ولا جبنا دكتور ولا حتى داي، مع ان مفيش زيها اتنين الا لو بصت في المراية. ابوها الله يرحمه علمها اعظم علام ورباها احسن عباية. خد بالك يا اسلام واعمل حبها عباية تحميك من الايام والليالي الجاية. وقول يا رب تفضل معايا في هنايا وشغايا، في الخريف والربيع وفي صيف وشتايا. بس اعمل حسابك يا بطل لو زعلتها هتكون السبب في جنان. قول لها لا يزعل. انا بزود بيت من عندي، خلي بالك انت واخد عيله سمعه عيله حكايه.